هنبدأ الدرس النهارده مع بعض سنة رابعة صفحة 216 كتاب المعاصر. 216 كتاب المعاصر. تعالوا نقرأ الكلمات مع بعض. كلمات دي حفظ. صدلي صدلي لا أنا هقرأها. بص أنت لسه بتجيب الصفحة. كويكلي بليز. صدلي ديسايد تشاينيز انجلش تشايلد ليرن. دي الكلمات مفيش كلمات سهلة خالص وهم ست كلمات. تعالوا بقى تصل الأفعال المنتصفة. Cool, cold. Smile, smile. Shout, shouted. Save, save. Jump, jumped. أفعال غير منتظمة. Fulfill. Say, said. Meet, met. Speak, spoke. Swim, swam. دي كلمات بتاع الدرس. تعال نشوف الدرس بيتكلم عن إيه. شوف التعبيرات الأول. صوت. Work on tourist boat. خدنا قبل كده كلمة boat يعني إيه؟ قارب. يعمل في قارب مراكب سياحية اللي هي بتنقل السياح عشان تعمل لهم جولات سياحية في النيل. Work on tourist boat. Travel up and down the Nile. معناها يتنقل في نهر النيل صعودا وهبوطا. From all over the world. من كل أنحاء العالم. Feel into the river. معناها سقط في النار. تعالوا نشوف الدرس بيتكلم عن إيه. مصطفى بص في الكتاب. Living on a boat معناها العيش زي حد يعيش في قارب. How did she leave the dad help the small child. أب وعنده ولد اسمه شريف. تعالوا بقى نشوف ايه اللي حصل. My friend شريف lives on a boat in the summer. عندي صديق واحد بيتكلم بيقول انا عندي صديق اسمه شريف بيعيش على القارب في الصيف. His parents work صوت يا His parents work on tourist boat. والديه بيعملوا على مركب سياحية. So he goes with them. وهو بيروح معاهم فبيقعدوا فترات طويلة على المركب. They travel up and down the Nile. بياخدوا النيل بقى ايه رايح جاي كده. He likes the summer very much. هو بيحب الصيف جدا. He sees many interesting places and he meets people from all over the world. بيشوف ناس من كل انحاء العالم. طبعا المركب ناس داخله وناس خارجه كلهم سياح فبيشوف كل الجنسيات بيشوف ناس من كل البلاد. He speaks English and Chinese with the tourists. حتى اتعلم الانجليزيه وتعلم الصينيه يعرف يتكلم مع الصينيين والانجليز. One day the boat stopped and Sharif saw some children playing. في المركب توقف يوم وشايف بعض الاطفال بيلعبوا. Suddenly a small child fell into the river. وفجأة لقى ولد وقع في الايه في النهر. The child shouted. الولد قعد يصرخ. Please help me. لو سمحت حد يساعدني. شريف called his dad. شريف كان واقف بيبص وبعدين لقى اطفال بتلعب راح ولد واقع. شريف بسرعة راح منادي على باباه. شريف's dad saw the child. ابو شريف شاف الولد. And jumped into the river. وراح نطت في الايه؟ في النيل. He swam and saved the child. عام سبح وبعدين انقذ الطفل. ينقذ الطفل يعني saved the child. The child smiled ولا ابتسم and said وقال له thank you so much شكرا جدا عشان انت انقذتني. شريف was very happy. شريف كان مبسوط جدا. But he also decided to learn to swim. ولكن من يومها قرر ان هو يتعلم السباحه، يتعلم السباحه ليه؟ عشان يساعد الناس، to help others، يساعد الاخرين، عشان لو حد غرق ولا حاجه ينزل ايه؟ ينقذه. تمام كده؟ ده القصه بتاعت شريف. تعالوا درس الفوركس النهارده. درس الفوركس النهارده بيتكلم عن نطق حرف الاف ونطق حرف الفي. في ناس كتير بتخلط ما بين حرف الاف وحرف الفي. يعني استعمل الكلمه دي كده اشهر الكلمات اللي الناس بتنطقها غلط. في ناس كده كتير بتقول عليها سفن. انا سمعتها كتير من الناس سفن. تعالوا بقى نطقها بقى النطق الصحيح سفن. شفتوا حرف الفي واضح ازاي؟ سفن. يعني لو قلناها سفن دي صح دي غلط. سفن دي غلط. اما نطق حرف الاف عادي زي كلمه مثلا فار مزرعه. حرف الاف بيتنطق فا 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 فار فا فش فا فات. تعالوا حرف الفي بقى كده نشوف الكلمات اللي عندنا حرف الفي. ثواني كيف كيف محدش يقولها كيف. فان محدش يقولها فان. فان بقت كلمة تانية اللي هي كلمة مروحة. فان مروحة. فان شاحنة. فان فان
فان فان. خلي نطق حرف الاف واضح وحرف البي واضح. ف ف شفتوا حرف الاف بننطقه ازاي؟ بتحس ان اسنانك كده على على ايه؟ على شفايفك. ف ف ف ف. اما الف ف ف ف خلاص كده؟ نتمرن على نطق الف والف ازاي؟ ف ف ف ف ف ف خلاص كده؟ تعالوا بقى، طب تعالوا ننطق كلمات حرف الاف. فوت فوت فيس فان فيش. فوت فيس فان فيش. تعالوا بقى كده نقول كلمات حرف الفا اللي هو الفا الفي. كيف فان ليفينج روم فيجيتابلز. ها كيف فان ليفينج روم فيجيتابلز. يبقى نطق حرف الاف ازاي؟ فا. طب نطق حرف الفي؟ فا. خلاص كده؟ عايزة هوم ورك علينا كلمات حرف الاف وحرف الفي ونطقهم مع بعض المرة الجاية. كل واحد يجيب لي كلمات على حرف الاف وعلى حرف الفي اشوفها المرة الجاية. لا مش شرط أول حرف، ممكن تكون في نص الكلمة. عندنا هنا كلمة كيف، الفي في النص، مش مشكلة. تمام كده؟ يبقى ده الهوم ورك اللي علينا. يلا نأكد عليه في الكراسة في أي مكان. وقت ده تحدي وأنا جيت اتمنى كلهم. لا نشوفهم المرة الجاية. خلاص كده؟ تعالوا بقى نكمل درسنا إن شاء الله. ها تعالوا بقى نحل الصفحة اللي قصادها ديت. كلمات سهلة خالص، هنرتب الحروف بتاعتها. هنحل صفحة 220 221 كتاب المعاصر. ها نص الاستماع هقرأه لكم ونشوف صح وغلط. يلا. My friend Shreef lives on a boat in the summer. True. عندنا هنا ايه؟ Shreef lives on a boat in the winter. يبقى false. أول واحدة false. جملة ثانية. His parents work on tourist boats. So he goes with them. جملة ثانية. شريف's parents صح ويبقى true. ثانية true. شريف هنكمل النص. They travel up and down the Nile. شريف doesn't go with his parents. ما بيروحش مع بابا ومامته. False. بيروح معاهم. تعالوا نكتب أول جملة. Why ها؟ مين هيكتب لي؟
الثانية دي dad that swam يلا يلا يا بنات الجملة اللي بعديها اقعدوا لو سمحتوا الجملة اللي بعديها مين هيرتبها لي dad swam and saved the child الأب عام الطفل dad swam and saved ها اللي بعديها تعالوا نقرا كده احمد لايكس ذا سمر فيري ماتش كلمه سمر يعني ايه الصيف احمد بيحب الصيف جدا هي اب اند داون ذا مايل ها ترافلز ترافلز اب اند داون ذا مايل يعني ياخد النيل بقى رايح جاي كده يبقى ترافلز اول سبيس هتبقى ترافلز He sees many interesting places. He meets people from over the world. عمل ايه في الناس من كل انحاء العالم قابلهم يبقى meets يبقى الثانيه meets يبقى الاولانيه travels والثانيه meets. اخر واحده he speaks English with the لا بيتكلم مع مين؟ مع السياح tourists tourists. صفحة الثانية صفحة الثانية هو صفحة 221 يلا بسرعة شريف وركس اون تورست بوت وان داي ذا بوت ستوبد اند شريف سو سم تشيلدرن بلاينج سادلي ا سمول تشايلد فيل انتو ذا ريفر ذا تشايلد شاوتد بليز هيلب مي شريف شريف سوام اند سيف ذا تشايلد عايزة مين؟ تعالي يا رحمة هقول الجملة وانت ترجمي خلاص شريف works on tourist boats شريف خلي الكتاب معاك شريف واحدة تجهز نفسها للجملة اللي بعديها شريف بيشوف السياح لا works on work on يعني يعمل على شريف يعمل على tourist boats يعني ايه؟ بوت يعني ايه؟ بوت يعني بار وتورست يعني سياحي يبقى طوارئ سياحية يبقى شريف يعمل على طوارئ سياحية دي أول جملة تكملي وان داي وان داي معناها ايه؟ في يوم من الأيام أو في يوم ما زي ما احنا بنقولها في العربي ذا بوت ستوب في يوم من الأيام ذا بوت ستوب يعني ايه؟ كلمة ستوب يعني ايه؟ حتى انتوا بتلعبوا لعبة بتقول ستوب يعني توقف يعني ستوب يعني اقف توقف المركب توقف and شريف سو سام تشيلدرن بلاينج لقى في اطفال ورأى بعض الاطفال يلعبون برافو عليك يلا مين هيكمل تعالى يا ادم suddenly suddenly قلنا يعني ايه suddenly لو سمحتي كلمة صادر لي يعني ايه؟ صادر لي يعني فجأة، فجأة شاف ايه يا a small child fell into the river دي سهلة. small child fell into the river. ولد صغير غرق في النهر، برافو عليكي، برافو عليكي، سوري. مين؟ يلا حبيبة تعالي. a small child fell into the river. the child shouted. the child shouted معناها الولد صرخ ذا تشايلد شاوتد قعد يزعق ماشي الولد صرخ برافو عليك بليز هيلب مي بليز هيلب مي ساعدوني من فضلك حد يساعدني يعني يجيبني شريف سوام
شريف swam and saved the child. راح يسبح. سبح عشان عشان ينقذه and saved the child. برافو عليك يا حنين. ها فهمنا كده نترجم ازاي؟ طيب تعالوا بقى نشوف الاختيارات. The children were الاطفال كانوا بيعملوا ايه؟ playing. برافو. انا اللي قايله. The child please help me. قال ايه؟ صرخ. صرخ يعني ايه؟ stop it. شاوتد. 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 يبقى شاوتد. A small child into the river. الولد ها في أرض وقع. فين وقع؟ في واحدة في أضم القطعة. من القطعة فين؟ في السطر الثاني آخر حاجة خالص. فين؟ في إيه اللي قاله؟ أما في دي يعني إيه؟ ده هي I feel happy. I feel sad. يشعر. اما فين ده ايه؟ فين ده يعني سقط. خلاص كده؟ What did شريف see؟ يلا حد يجيب لي الجملة دي. هندور على الفعل سي في الجملة في القطعة. سي او الماضي منه سو طبعا. عايزين نشوف شريف شاف ايه؟ أنا تاني سطر شريف. So some children playing. شريف so some children playing. الجملة دي هتتكتب في أول في السؤال رقم 4. يلا خلصنا؟ yes. So some children playing. Happened to the child. اللي حصل للولد. And he fell into the river. He fell into the river. أو that small child fell into the river. اللي هي تاني سطر من أول a small. تاني سطر في الآخر خالص. A small child fell into the river. دي إجابة السؤال نمبر 5. بعد كده شريف زداد جامبت. نختار لها ايه؟ شريف زداد جامبت انتو ذا ريفر. نط في الايه؟ في البحر. في النهر. نمبر دي هنكتب عليها 1. دي الاخيره هنكتب عندها 1. شريف وركس اون اتورست. اسمها تورست بوت. اتورست بوت يعمل على مركب سياحي. نمبر A هنكتب عليها 2. The small child fell into the river. برافو. fell into the river. B fell into the river. الولد سقط في الايه؟ في النهر. طب خلاص؟ عيد تاني عشان حبيبه. حبيبه نطق حرف الاف ونطق حرف الفي. حرف الاف بينطق ف. ف. هاتولي لها امثله اكزامبلز عليها. فش. فش. ف. ف. فوز. 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 تعالوا نلعبون. تعالوا نلعبون. ستوب. تعالوا بقى لحرف الفي. حرف الفي بينطق ف. ف. هو لازم نجيب الكلمة أولها أساس.
Suddenly. يلا suddenly. Suddenly. Inside. Inside. Chinese. Chinese. English. English. Child. 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 Learn. Learn. طلع علينا حفظ. يلا goodbye. Goodbye.